لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا شباب، الناس ذكرت المحاضرات اللي خدناها اللي فاتت. طيب الناس اللي جديدة لأول مرة تحضر تقدر تكمل معانا عادي، وبعد كده الفيديوهات القديمة القديمة ممكن إنها تبقى تسمعها، ممكن تبقى تاخد الرابط من أي حد وتسمع الفيديوهات اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الكرنسيز، وعرفنا ازاي اقدر استخدم الكرنسيز، وقلت ممكن استخدمها عن اربع طرق. كانت اول طريقة اللي هي الطريقة المانيوال، اللي هي بدخل الريد بايدي، وكان في الطريقة التانية اللي هي كنت بروح اعمل ريد تايب. تمام، في طريقتين تانيين للكرنسيز على حسب طلب المدير المالي. تمام، في حد يقول لنا كده لو هضرب مثلا والناس تقول لي تتحل ازاي. لو جه مدير مالي في السعودية مثلا طلب مني ان هو يشوف ريبورت معين او قيود بعملة تانية غير اللي انا دخلت فيها، تتحل ازاي يا شباب؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان الترانسليشن هي ترجمة القيود. تمام، او هي بمعنى اصح ترجمة، بيترجم ارصدة الحسابات، تمام، بالعملة التانية على حسب طلب المدير. تمام، طيب لو دلوقتي افترضنا ان احنا دخلنا القيود بعملة مثلا زي عملة الاي جي بي بالجنيه المصري، وجي بعد كده دخلت عليها قيود بالدولار، كان سعر الدولار في الوقت ده 5.5 جنيه، كان سعر الدولار 5.5 جنيه. جه بعد كده المدير قال لي والله انا عايزك بعد ما دخلت القيود عملت بوست، قال لي لا والله انا محتاج ان اشوف القيود اللي دخلت ديت بريت تاني غير الريت اللي انا دخلته، رغم ان انا دخلت بتاعي 5.5، عملت بوست وكله تمام. ناصر بيقول فاليوشن. طيب ناصر بيقول يا شباب صح، إعادة تقييم العملة. تمام يا شباب، يبقى الريفالويشن بعمل بيه إعادة تقييم للعملة، يعني لو دخلت العملة بريت معين. تمام، لو انطلب مني في أي وقت إن أنا أعمل إعادة تقييم للعملة أقدر عن طريق إيه؟ الريفالويشن. طيب النهاردة هنعرف حاجة جديدة في الجنرال ليدجر، حاجة اسمها ريكيرينج. الريكيرينج ده وهي بتبقى للقيود المتكررة. يعني ايه القيود المتكررة؟ انا في فاتورة اوريدي بنفذها كل شهر. تمام، بنفذها كل شهر، فبدل ما اتعب اليوزر طبعا ويقعد كل شوية يكريت لي فاتورة او حاجة، ببدأ اعمل حاجة اسمها ريكيرنج. وهو بعمل مثلا بقول ان الريكيرنج ده هيتنفذ معايا طول السنة، يعني كل نهاية شهر الفاتورة دي تتكريت اوتوماتيك. تمام، يعني مثلا نفترض ان انا مثلا دلوقتي مأجر ارض، الارض دي انا كل شهر بدفع لها 1,000,000 جنيه، فبدل ما كل شهر، طالما ان انا اوريدي بنفذها كل شهر، فببدأ استخدم خاصية اسمها ريكيرنج جورنالز. ريكيرنج جورنالز يعني ايه؟ يعني بعمل قيود متكررة. تمام، طيب الريكيرنج ده في منه 3 انواع. تمام، في حاجة اسمها ستاندرد، وهي بتبقى يعني بعمل ستاندرد للقيود وابدا ان انا احط جنبها الحسابات لو الحساب هيختلف كل شهر. تمام، وفي حاجه اسمها سكيلتون او بعمل هيكل. تمام، وفي حاجه اسمها فورميولا. طيب هنتعرف على اول نوع وهو الستاندرد. تمام، بعتذر لكم جميعا، يعني للاسف والله السيرفر عندي واقع، مش عارف اشغل، في مشكله عندي، فممكن النهاردة ما نقدرش احنا نقدر نخش على الابليكيشن. الريفيجن سريع كده،
بحيث برضو يعني اخواتنا اللي هم لسه جداد برضو يستفادوا. معلش بعتذر لكم والله، انا حاولت بس في مشكلة يعني الظاهر لسه عايز اسطب نسخة او حاجة للجهاز. تمام، وان شاء الله المحاضرة برضو بإذن الله يعني النهاردة هتبقى ريفيجن كده سريع واسئلة، ولو حد عنده نقطة مش فاهمة على اي حاجة نقدر ان احنا نتكلم فيها، والمحاضرة دي نقدر نعوضها ان شاء الله. يعني ممكن ناخد يومين ورا بعض، ربنا يسهل بس كده. هحاول كمان محاولة لو اشتغل نشرح الريكيرينج النهاردة، وطبعا يمكن ربنا يسهل ويشتغل. طب الشباب من هنا على ما كده نشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل معانا، نبدأ كده نسأل سؤال كده خفيف كده للناس، و حد يقول لنا ايه هو الليدجر بيتكون من ايه. حد يقدر يقول لنا الليدجر بيتكون من ايه؟ دلوقتي انا عايز اكريت ليدجر، عاوز اعمل دلوقتي دفتر استاذ عام، ايه المطلوب مني بالظبط عشان خاطر اجهز الاستاذ العام؟ استاذ ناصر بيقول الفور سيز. تمام، حد يوضح لنا بقى ايه هم الفور سيز ده عشان خاطر برضو الناس الجديده برضو تبقى فاهمه ايه هم الفور سيز. كرنسي، كاليندر، و سي او اي يعني تشارتس. تمام، يبقى الاربع متطلبات كرنسي والكاليندر تشارت اوف اكاونتس، و ايه تاني يا شباب؟ والاكاونتنج ميثود اللي هو طريقه الحساب. ما كاش صح، واما هنشتغل اكروال. الفرق ما بين كاش والاكروال ايه؟ طيب اكروال اجل كاش. طيب حد كده يعمل لي يكتب لي كده قيد للكاش الاكروال، يعني وقت لو انا هشتري دلوقتي المشتريات هشتري مثلا كمبيوتر، قيد في حاله الكاش هيبقى شكله عامل ازاي، وفي حاله الاكروال هيبقى عامل ازاي. اختبار محاسبه بيبقى من حساب المشتريات الى حساب الخزينه، ده في حاله الكاش او البنك او الصندوق. تمام، الى حساب المورد او اوراق الدفع. تمام جدا، يبقى بدل ما بنقول الى حساب البنك او حساب الصندوق بنحط حساب المورد، صح كده يا شباب؟ هو الفرق في كده. وبعد كده بيظهر حساب بسيط بيبقى حساب المورد، بعد كده بيجي هو مدين بقى وبتسدد له بقى كاش بنك حسب ما بتتفق معاه. خلاص، يبقى ده الفرق ما بين الاكونتنج ميثود. ولا شرط في اكونتس يعني شرط الحسابات، مش هو هيبقى عندنا حساب استاذ عام من غير ما يبقى عندنا حسابات. وقلنا الحساب صندوق اي حاجه، صح كده؟ تمام، وقلنا ان احنا عشان نعمل الربط بقى دلوقتي انا جهزت الاربعه بتوعي وعاوز بيبقى عن لا 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 غير الجي ال ليدجر نيم. لسه احنا لسه ما جهزناش الليدجر يا كريم. تمام، لسه الليدجر ما جهزش، انا دلوقتي عاوز بجهز ليدجر، عاوز اعمل اسم، والاسم ده احط تحتيه الفورسيز بتوعي. تمام، من شاشه ولا بيبقى عن طريق ايه؟ من طريق السيت اب. تمام كده، بخش على شاشه سيت اب في موديول الجنرال ليدجر، وببدا ان انا اقول له هم دول الفور سيز بتوعي اللي انا هشتغل بيهم لهم الاكونتنج. تمام كده، وبعد كده طبعا قلنا ان في وانا بعمل سيت اب في ريتيند ايرننج. تمام، حساب الارباح والخسائر المرحله بتاعته بيبقى ملكيه، وينفع برضه يكون لايبيلتي برضه، يعني ينفع برضه يكون عضو ملكيه او لايبيلتي. تمام، يعني ينفع هو ملكيه او خصوم. طيب بعد ما خلصت السب بتاعي وكريت الليدجر، عاوز بقى ادي الليدجر ده ليوزر معين، عايز اقول ان اليوزر فلان الفلاني وليكن محمد مثلا، عايز اليوزر محمد ده يشتغل بالليدجر اي ربط عموما من البروفايل، صح يا كريم؟ ايه يا شباب الناس تقول دلوقتي عاوز اعمل ادي الليدجر بتاعي اللي انا جهزته ده عايزه اخليه يشتغل مع ريسبونسابيلتي او يوزر، يبقى عن طريق ايه؟ البروفايل اوبشن. تمام، مسؤوليه اسمها سيستم ادمنستريتور. طيب اسم البروفايل ايه بقى؟ ايه اسم البروفايل اعمل له الربط؟ البروفايل اسم البروفايل اللي اقدر اعمل ربط اسمه جي ال ليدجر نيم. طبعا الناس الجديده ممكن تكون عندها دلوقتي علامات استفهام كتير في الكلام اللي بيتقال ده. تمام، بس ان شاء الله بعد ما تسمع المحاضرات هيبقى الكلام بالنسبه لها سهل، يعني لو في حد لسه جديد تمام اول مره يحضر معانا. خلاص، برضو يعني معتذر لكم عن ان انا مش هقدر اكمل معاكم النهارده، اديكم حاجه جديده، يعني عندي مشكله في السيرفر. تمام، يعني مراجعه كده، صح خلاص نخلي مراجعه كده برضو. تمام، برضو لسه انا كده كده كنت ناوي اعمل لكم مراجعه على يعني مثلا كنت هظبط معاكم مثلا بعد ما نخلص الجي ال اخر محاضره مثلا كنت هشرح فيها جزء بسيط تكمله للجي ال ونبقى خلصناه، وكنت هكمل معاكم ايه اسئله ريفيجن سريع عشان الناس لو في واحد ضعيف في نقطه او في حاجه مش مفهومه يقدر نتكلم فيها.
تمام ونعرفها له تمام كده، عشان نشوف كله اكيد كل واحد عنده نقطة ضعف في حاجة، ده شيء طبيعي يعني. تمام يا شباب. طيب لما احب اعمل دلوقتي استعلام عن حساب بعمله من شاشة اسمها ايه؟ كاونتنج كوين. تمام. طيب ولما احب استعلام عن حساب بيرنت، يعني دلوقتي احنا عارفين ان انا دلوقتي ما ينفعش اعمل استعلام على حساب بيرنت، لكن افترضنا ان جه مدير حسابات قال لك لا انا عاوز استعلم عن حساب بيرنت، بيبقى اكونت، بيبقى سامري اكونت، صح كده؟ طيب يا شباب واحد بس يعني كده يقول لي السامري اكونت ده خطواته ايه اقدر اكريته؟ طيب ايوه كده، عايزكم تتخانقوا على مين يبقى بس، مش مشكله مين يبقى بس يعني، لكن مين يبقى صح مش مشكله السرعه. طيب عرفنا السامري اكونت. طيب لو دلوقتي جه يوزر، جه دلوقتي اند يوزر دلوقتي دخل الفاتوره ديت، قلت له والله احنا صرفنا دلوقتي مثلا مصروف كهرباء ب 100 جنيه، قال لي ماشي. الطبيعي انه هيدخل مصروف الكهرباء ده مدين، قال بدل ما يقول ديبت مصروف الكهرباء قال كريدت مصروف الكهرباء ديبت مصروف الكاش، عكس القيد. في طريقه في اوريكال تقدر ان هي تعالج لي الموضوع ده بعد ما القيد عمل له بوست يعني ما اقدرش اعدل فيه. ناصر قال ريفيرس، منى تقول ايه اهو عشان ما حدش يتحجج يقول لك مش شات، في ناس اسرع من التاني. اه قصدك يعني ان في نوع اسمه تشينج ساين، تمام ماشي، اللي هي ريفيرس يعني، ريفيرس من نوعين تشينج ساين. وايه تاني يا شباب النوع التاني اللي موجود عندنا في الريفيرس؟ ايه النوع التاني اللي موجود عندنا اللي هو ايه؟ سويتش ديبت. سويتش ديبت كريدت، صح كده؟ تمام. طيب كده عرفنا الريفيرس وعرفنا ازاي اخش اعمل ريفيرس خاص بيا، تمام، واربطه بكاتيجري. طيب هو انا ينفع اعمل عداد القيود عندي اوتوماتيك؟ يعني ينفع كل ما اجي ادخل قيد يعد معايا؟ كريم بيقول اكيد. طيب ازاي يا كريم؟ سيكونس، تمام يا ناصر، نعمل حاجه اسمها تمام عداد. طيب واحد كده يقول لي خطوات العداد دي ايه؟ يعني دلوقتي انا عاوز دلوقتي شركه قالت لك والله احنا هنشتغل بالسيكونس، خلاص هنشتغل. فانت رحت راجل استشاري دلوقتي الشركه، حبيت تروح تشغل لهم موضوع السيكونس ده، هتعمل ايه؟ اول خطوه هتعملها حد يجيب لي حته من النص وحته من الاخر، تمام. الطريق هنمشي عليه ازاي؟ اول حاجه بنعمل نروح سيستم ادمنستريتور وبنعمل بروفايل اوبشن وبنكتب بروفايل اوبشن اسمه سيكوينشال نمبرنج، تمام. الكلام ده صح يا شباب؟ اللي كريم كاتبه ده صح؟ تمام جدا تمام. طيب بعد ما عملت البروفايل اوبشن والدوكومنت نمبر هروح هناك على شاشه الجورنالز، هلاقي ايه الدوكومنت، في فيلد جديد ظهر اسمه دوكومنت نمبر. هل كده عشان عملت البروفايل اوبشن هل كده العداد اشتغل؟ كده اقدر ان انا استخدم العداد؟ تمام. منى بتقول لا، اروح للخطه الثانيه. الخطه الثانيه ماشي، يعني مش مشكله ان انتوا تبقوا حافظين تروحوا للشاشه ازاي، تمام، المهم ان انت تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. يعني انت مجرد ان انت، انا يعني انا عامه بروح بس الشاشات، تمام، يعني كونك ان انت كويس، بس انت خد بالك انت لسه في الجي ال، يعني بعد كده في لسه في دنيا تانية، هيصة تانية. فاللي عايز اوصله للناس ما تعتمدش على حفظ الشاشة تروح لها ازاي على قد ما تبقى هي فاهمة هي عايزة تعمل ايه. يعني خلاص لما اقول لك بروفايل اوبشن يبقى سيستم ادمنستريتور، خلاص فاهم. لما اقول لك مثلا عايز اعمل سيكونس يبقى سيت اب حاجة خاصة بالسيكونس، اخش الاقي السيت اب، تمام، فاينانشال سيكونس ديفاين ولا مش عارف ايه، لا ديفاين، تمام، عشان الناس ما ايه، لا لا والله ما فيش حاجه صعبه، يعني الناس ما تستصعبش الموضوع، تمام خالص. يعني عايز اقول لكم اصعب موديول الجي ال اللي انتوا بتدرسوه دلوقتي، يعني انتوا بتتكلموا بتاخدوه ده بالنسبه للموديولز الثانيه، هي دي الاسئله وده يعني الامكانيات اللي انتوا خدتوها دي، هي دي اللي بتحل المشاكل، دي المشاكل اللي بتقابل الشركه، تمام، وانت تقدر تحللها. المشكله عارف ايه؟ بتبقى انت لازم تبقى عندك خلفيه بكل ايه، بكل الحاجات المشاكل اللي ممكن تقابلك بالجيل، كل الامكانيات اللي تكون موجوده. طيب بعد ما عملت الديفاين ابدا ايه اعمل ايه تاني؟ عملت ديفاين يعني عرفت عداد، وقلت العداد ده يا اما يشتغل معايا اوتوماتيك يا اما يشتغل معايا مانوال. بعمل عداد، تمام، قلت هيشتغل معايا يا اوتوماتيك يا مانوال. طب لو قلت له اوتوماتيك يبقى لازم اديله رقم يبدا بيه، صح كده؟ تبدا عامل واحد، تبدا عامل 1000، تبدا عامل مليون، لازم اديله رقم يبدا بيه. بعد ما حطيت النمبر بتاع اللي هو initial number اللي هيبدأ بيه السيكونس، ابدأ اروح اعمل ايه يا شباب؟ الصين واحد او زي ما انت عايز، عايز يبدأ من واحد، عايز يبدأ من مليون، براحتك بقى، انت الراجل اللي بتعمل ديفاين دلوقتي، محدش يقول لك والله انت بتعمله ليه. تمام جدا يا شباب. هنعمل بعد كده الصين. في الصين ده بقول له والله ان العداد ده يشتغل مع الابليكيشن اللي هو جنرال ليدجر، هيشتغل مع الكاتيجري، هربطه بكاتيجري
تمام، اللي هو العداد اللي انا ربطته، واقول له في حالة القيود لو جت اوتوماتيك اشتغل، وفي حالة القيود لو جت مانيوال اشتغل. اوتوماتيك يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني القيود بتجيلي من سب ليدجر. يعني ايه سب ليدجر؟ ها يعني الميديولز التانية زي البيبل والريسيفبل والكاش والاسيت. تمام، يعني انا بفترض ان انت عارفين ان حساب الاستاذ العام بترمي عليه جميع الحسابات اللي هي المساعدة يعني، خلاص يرموا على فين؟ على الجي ال. فبقول والله لو انا جيت دخلت جواك كجي ال وحطيت او كتبت قيد بايدي شغال. طيب لو كتبت ايد ما لو كتبت لو كتبت فاتوره لو فاتوره سوري جت اوتوماتيك من بره، من بره يعني مش هتيجي من دوله تانية يعني، ها من بره يعني هتيجي من موديولز تانية، ايه الحل؟ اقول له برضو اشتغل. تمام، ادي السيكونس، وابدا كل ما ادخل قيد يبدا يقول لي 1 2 3 يبدا يعدي معايا. تمام، ده موضوع السيكونس. طيب واتكلمنا عن الكرنسي، صح كده شباب؟ ده اللي احنا كنا بناخده. اتكلمنا عن الكرنسي وقلنا الكرنسي ديت لو انا قايل في الليدجر بتاعي في السيت اب بتاعي، مش احنا قلنا الفور سيز بتاعتنا من ضمنها الكرنسي، كالندر وكرنسي وشارت اوف اكاونت، صح يا شباب؟ كان من ضمنها الكرنسي. قلت للابلكيشن والله انا هشتغل معاك بالاي جي بي، انا راجل عندي شركه في مصر وعملتي الجنيه المصري، فانا هشتغل بالاي جي بي، صح؟ يعني هشتغل معاك بالجنيه المصري. تمام قوي كده. الراجل قال لي ايه؟ اوكي. لما جيت انا احط على الفاتوره، لما انا جيت احط على الفاتوره عمله تانية غير العمله الاساسيه بتاعتي، تمام، هنا هيطلع لي رساله هيقول لي والله طب العمله اللي انت دخلتها الاجنبيه دي سواء كانت دولار او ريال او ين او كانت العمله انت يعني بتساوي كام بالجنيه المصري اللي انت حاطه معايا في الديفاين بتاعي؟ بقول له والله الريت بتاعها جنيه، جنيه ونص، 2 جنيه، صح كده؟ طيب وكنت بقول عشان اني ادخل الكرنسي بايدي لازم اختار طيب اسمه ايه يا شباب بقى هنا عشان اقدر احط الريت بايدي في وقتها، احط في ريت طيب اوريكال عاملهولي. تمام، لا في ريت طيب موجود في شاشة الانتر جورنال، تمام، من خلاله في اليوزر اسمه يوزر، ايه الطيب اسمه يوزر، يوزر يعني بقول له مستخدم او انا هدخله بايدي دلوقتي. تمام، هي عملت لي الطيب ده، هي اللي عاملاه ان اسمح لي انك تبريد في ساعتها. طبعا في الشغل العملي، تمام، مش اي حد معاه الصلاحيه انه يدخل الريد بايده. تمام، بيبقى المدير هو ملزم لليوزر انه يختار طيب، بدل ما يختار ده يقول له ها عايز تحط كام الريد واليوزر يحط المزاد، لا انت هتروح تعمل ريد طيب، صح؟ قلنا الريد ده طيب بعمل حاجه اسمها ديفاين، وبعد كده يعني بعمل بعرف طيب بديله اسم، وبعد كده بروح اقول له الطيب ده هيشتغل بالريت واحد او بجنيه او بثلاثه او ب10، ويبدا ان اليوزر يروح هناك. بس الريت طيب ده بيرتبط بايه؟ ديت، بتاريخ، صح كده؟ طيب لو انا قلت ان الريت طيب ده ان مثلا هيشتغل معايا من 1 يناير ل 30 يناير او 31 يناير، هيشتغل معايا في شهر يناير بس، تمام؟ وجيت انا استخدم الريت طيب ده في شهر فبراير، هيشتغل معايا شهر يناير، في شهر يناير يا ريت هيبقى مثلا 2 جنيه، وجيت انا في فبراير او اليوزر جه اختار ريت في فبراير طبعا مش هيشتغل معايا. ليه؟ عشان اقول له ان العمله في الشهر يناير في 31 يناير بيساوي 2 جنيه، عاوز اخليه يشتغل يناير وفبراير براحتي برضه. تمام، اللي هو بستخدم ايه؟ الرينج، بقول له والله من شهر كذا ممكن طول السنه، بس طبعا ما فيش، طبعا ما فيش ريت طيب بيتثبت انا جه مدير اخد الافريج بتاعه براحتك، مطلوب موجود عندنا. عايز عايز اليوم بيومه برضو موجوده، عايز تاخد رينج من شهر شهرين ثلاثه برضو موجوده، مفيش اي ايه اي مشكله. طيب جميل جدا يا شباب، وقلنا طبعا اتكلمنا عن الترانسليشن واتكلمنا عن الريفالويشن. بص انا هكلمكم بس كده ايه معلومه سريعه عن اللي هندرسه في المرات الجايه، وهبعت كف تمام تذاكروا منه لغايه ما نتقابل ان شاء الله النهارده لحد الاربع مرضى، يعني للاسف مش هيقدر نلاقي حاجه خلاص. واي حد عنده استفسار عنده سؤال يا شباب نقدر نتكلم فيها النهارده براحتنا. يعني ايه متبقي لينا في محاضرات الجنرال ليدجر؟ تقريبا دي كانت المحاضره 12 تقريبا، صح كده شباب؟ دي المحاضره ال 12 اهي، ال 12 اه تمام. يعني والله من المفترض ان الجنرال ليدجر ان كده 15 محاضره، يعني تقدر مثلا تقول فاضل لنا حوالي 7 أو 8 محاضرات، أو ما كلهم يعني إن شاء الله 52، يعني ممكن مثلا يعني تزيد محاضرة، بس هو الرينج بتاعها 52 محاضرة بإذن الله. تمام، يعني مع طبعا محاضرة النهاردة طبعا ما تتحسبش يعني، فهنعتبرها إن هي
ريفيجن سريع كده عن كل حاجة خدناها، تمام؟ وإن شاء الله الكورس بإذن الله الناس تقدر إن هي ربنا يكرمها وتشتغل، وإلا الكورس ميبقاش ليه لازمة يعني. ما ينفعش طبعا إن احنا ندي الشابتر ونسيب الباقي يعني، لازم ندي الكورس بالكامل يعني. بس طبعا هيبقى فيه عوامل يعني برضو يعني خد بالكو، محدش يفتكر يعني، دي معلومة مني ليكم، اوعوا تعتمدوا على الانستراكتور ولا لا، الاعتماد بيبقى على الله ثم عليكم. بمعنى ايه؟ انت لو عندك ارادة ان انت تحب المجال وعايز تفهمه هتفهمه، تمام؟ لان طبعا الواقع الشغل العملي انت بتاخد اكسبيرينس معين، بتاخد شوية اكسبيرينس من الشغل، فبالتالي مش هقدر اقولها لك يعني، مش كسر، مش عايز اقولها لك، لا انا مش هينفع اقولها لك لانك مش هتفهمها دلوقتي. لازم تكون مخلص الكورس كله خالص، واقول لك والله بعد كده ابدا اتكلم معاكم في حاجات، بعض الحاجات اللي مشاكل بتقابلنا مثلا في الشغل بره، واحنا بنعمل بروجكت مثلا بقول لك والله في مشكله بتبقى تتحل ازاي، بديك الفكره ازاي تقدر تفكر وتحل الايرور اللي تمام. اجتهاد كنتوا بقى، دور على المعلومه، هو ده اللي هيميزك عن اي حد تاني، خلاص. وهبدا ان انا يعني في الاخر كده اعمل لكم نظام ايه، مشروع صغير احط لكم فيه تاسكات، تمام؟ والناس تبدا تنفذ البروجكت دوت، ونشوف بقى كل واحد، اكيد كل واحد فيكم ده لسه، انتوا كده ما عملتوش اخطاء، هتقابلوا اخطاء، بس مجرد ان انت تعمل الخطا ده او تحل الايرور ده بايدك حتى لو مره واحده، يعني ايه الايرورز ده وبيتحلوا منين، وهل انت السبب فيه ولا في حاجه من راس، عمرك ما هتنسى الايرورز، عمرك ما هتنساه. واي حد بعد كده هيبدا يقع في خطا في ايرور، هيبدا ان زميله التاني لو وقع في نفس الخطا يرشده، يقول له والله ممكن تروح على كذا، بتعمل شيك بروفايل اوبشن، مش عارف ايه الكلام ده كله يعني. انتوا تقدموا دعم منكم لبعضيكم، وانا اللي ربنا قدرني عليها هعمله معاكم ان شاء الله يعني. طب يعني هو ساب نفس البيزنس بتاعه، السايكل بتاعه نفس فكره اوريكال بالظبط، تمام؟ بس طبعا يعني الداتا بيز بتاعت اوريكال افضل بكتير، السبورت بتاعها برضو افضل بكتير، لكن هما الاثنين يعتبر يعني كويسين جدا في الاي بيزنس سويت، الاثنين كويسين يعني. في ناس بتبقى ساب بتروح لان هما الاثنين يعني، انت لو جيت مثلا بعد كده خلصت الاوريكال وحبيت تروح ساب او تذاكر ساب، هتلاقي ان الفكره واحده، بس شكل الشاشه بس، لكن الطريقه واحده، فور سيز مش عارف الكرنسي، الفكره كلها واحده، لكن الشاشه لا بتختلف كده يعني، الموضوع مش صعب. بس هو اوريكال يعني افضل، اوريكال افضل. طيب في حد تاني؟ طيب نخل فاضل عنده اي استفسار؟ طيب اتفضل بيه. لا احنا هنشرح حاجه اسمها ادفانسد جورنالز، وهي بتتكلم عن الريكيرنج، وقلنا الريكيرنج دي معلومه عامه كده، هي معانا القيود المتكرره يعني اللي بتتم معاك اوريدي كل شهر، ايجار بتدفعه كل شهر، كل اسبوع، كل يوم، اكراميات بتدفعها كل يوم، انت عارف تدفع مثلا كل يوم 100,000 1,000، فبتعمل حاجه كده سيت اب معين على باتشايه، بتقول ان القيود دي تتكرر معايا كل فتره، كل يوم، كل اول شهر تتكرر معايا القيود دي. فاوريدي اوراكل طبعا، طبعا الريكيرنج ده بيستخدم يعني لو في اكتر من قيد او اكتر من فاتوره بتتكررها في خلال الشهر يعني، يعني مش هقول فاتوره واحده بس، هي الامكانيه موجوده كتير بتستخدمها يعني. عندك بعد كده هنتكلم في حاجه اسمها الوكيشن، والماس الوكيشن ده بيتكلم عن توزيع مصروف بالكامل بوزعه على ايرادات، برضه سهل مش صعب يعني. وبعد كده هنبدا، ادي المحاضره الجايه هتكون بتتكلم عن الريكيرنج والماس الوكيشن، والماس الوكيشن اطول شويه من الريكيرنج، بس في افكار يعني هتعجب الناس قوي موضوع الماس الوكيشن ده، تمام؟ في حاجه تانية هنتكلم فيها اسمها السكيورتي، خلاص. السكيورتي بقى ان انا ابدا اكلم معاكم بقى اقول لكم ازاي نقدر نشيل من عند يوزر بوتون معين، فيلد معين، امنع عنه شركه، امنع عنه حساب ما يشوفوش. السكيورتي بقى هقول لكم بقى السكيورتي بجد بقى يعني، طبعا الهيصه اللي انتم شايفينها ان اليوزر يختار شركه واحد ويختار شركه اتنين ويختار اداره 001 ويختار 002، كل الكلام ده انت بتحجمه، انت بتعمله سكيورتي عليه، بتعمل عليه كنترول، شوفش كل الكلام ده، تمام؟ نبدا بعد كده اخش معاكم في السكيورتي، تمام؟ واقول له لا والله انت هتشوف، انت يا يوزر يا محمد هتشوف حاجه اسمها 01 بس، ادخل القيود بتاع شركه القاهره، مالكش دعوه بفرع اسكندريه، مالكوش دعوه بفرع السعوديه. طبعا دلوقتي احنا دلوقتي شغالين هيصه، عمالين نختار اي شركه، عمالين نختار اي مركز تكلفه، عمالين نختار اي حساب، لكن بعد كده هنتعلم السكيورتي ماشي ازاي. بعد كده
هنتكلم عن حاجه اسمها انتركم نت، وهتبقى يعني هتاخدوا منها فكره بسيطه بس، ان هي يعني شغلها مش كتير. وبعد كده هنتكلم عن البادجت، واقول لكم ازاي تعملوا بادجت اللي هي الموازنه. طبعا كلكم حد كده من الناس المحاسبين يقول لي ايه الفرق ما بين الميزانيه وما بين الموازنه. الناس اللي مش اللي ما عندهاش فكرة بالاكونت يبقى بس يبقى فاهم، لما نيجي ندرس البادجت يبقى فاهم البادجت انت اللي بتعملها. تمام. استاذ ناصر بيقول لك الميزانية بتبقى فعلية، الموازنة بتبقى تقديرية المستقبل. تمام. يعني يا شباب يعني برضه اديكم برضه فكرة كده، ايه ان احنا بنيجي بعد ما بنخلص بقى شغلنا اخر السنة، بنيجي في اخر 31 ديسمبر بنبدأ والله نطلع الميزانية بتاعتنا، ونشوف بقى كسبنا خسرنا ايراداتنا مصاريفنا كل الكلام ده كله ملخص في ميزانية. يعني بنخلص كلها ونبدأ بقى نقدم بقى الميزانية بتاعتنا عشان الضرائب والكلام ده كله. في بعض الدول بتبقى في ضرائب، وفي بعض الدول بتدفع زكاة على حسب يعني. المهم دي الميزانية، دي الملخص بتاع نتائج الأعمال بتاعتنا طول السنة. خلاص. طبعا أوريكال مسهلة عليك موضوع الميزانية ده، هي بتعمل ريبورت تطلع لك الميزانية. طبعا هي بتسألك الحساب ده اسمه ايه، ريتيند ايرنينج ومش عارف حساب الايه وحساب ايه، هي بتظبط الدنيا كلها. انت تعمل ريكويست تطلع لك ورقة تقول لك برنت ادي الميزانية بتاعتنا طلعت، ريحت الدنيا كلها. تمام. دي الميزانية. الموازنة بتبقى موازنة تقديرية للمستقبل، يعني هنخش على سنة جديدة. تمام. بنبدأ نقول والله بياخدوا تارجت من السنة اللي فاتت، والله احنا احتمال او انا احتمال اصرف على مصروف الكهرباء مليون، على مش اشتري بضاعه ب 10 مليون، مش عارف ابيع بكام. بيبدا بيعمل ايه، موازنه تقديريه، يعني اكنه بيعمل ميزانيه في بدايه السنه لكن هي بتبقى تقديريه. تمام. وفي ممكن يحجمها يقول لك لا والله انا مش عاوز اصرف، مش عايز اطلع مرتبات السنه دي اكتر من مليون جنيه. نقدر على الاوريكا ان احنا نحكمها. تمام. نقدر انا اعمل عليها سكيورتي، يعني لما يجي الراجل بتاع المنشاه يشتري يلاقي البادجت بتوقفها، تقول له مش هتشتري ليه، اتعمل عليها ان انت ما تقدرش تشتري اكتر من الرقم اللي احنا حاطينه. تمام. طبعا هتاخدوها بالتفاصيل، واوريكال في الموضوع البادجت ده منظمه جدا. تمام. وفيها افكار جامده جدا، يعني الموضوع فيها مش زي ما انت متخيل، مش بادجت عاديه. هي بادجت بس فيها افكار كتير. تمام. وبعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها اف اس جي، اللي هو بقى ازاي نقدر نعمل ريبورتات، يعني ازاي بقى اطلع ريبورتات بقى معينه، واشوف حساب ده واشوف حساب ده واعمل شكل ريبورت معين. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها كونسوليديشن، وده بيبقى دمج للشركات. تمام. ده اللي فاضل لنا، يعني فاضل لنا حوالي مثلا يعني زي ما قلت له كده 7 محاضرات. ده بالجي ال هنتكلم فيه عن الرينج ماس الوكيشن سيكيورتي البادجت الاف اس جي اللي هو اللي ازاي اعمل ريبورتات وكده. يبقى خلص معانا الجي ال، وبعد في اخر محاضره يعني اللي هتبقى فيها ان شاء الله الاف اس جي هنعمل ريفيجن سريع على كل جنرال ليدجر. تمام. بحيث برضو مش عايزين نخرج بالناس لموديول تاني زي موديول بيبل الا ما تكون الناس فاهمه كويس جدا. موديول ايجان ليدجر اللي هو الاساس بتاعك عامه، وانت شغال بره ايدك على الجي ال ما بتروحلهاش كتير. انت الجي ال بتستخدمه لمجرد اللهم صل على النبي، الجي ال بتستخدمه لمجرد تعمل سيت اب. تمام. وبادجت ده اللي انت بتعمله. وبعد السكيورتي بتيجي فين، بتيجي مثلا في كل فتره كده يطلب منك تعمل ريفالويشن، تعمل مش عارف ايه كيف تبقى موجوده. لو الحساب اترحل، لو حساب راح لها في جي ال، يعني الحالات اللي بتعملها دي كلها في يعني الجي ال ده. انت ممكن تكون شغلتك في الشركه بس جي ال، انت ممكن يجي مدير يقول لك يا ناصر انت هتشتغل جي ال بس، هو شايفك ده جي ال. فانت انا ممكن اعالج المشكله من قبل ما تروح جي ال، يعني ممكن انا على الفاتوره بتاعت البيبل اعالج المشكله، يعني مثلا قابلتني المشكله زي الريفرس، بدل ما ابعت لك القيد على الجي ال وكده، انا ممكن اصلح القيد ده او اصلح الفاتوره دي وانا في البيبل. بس طالما راحت الجي ال وحصلت المشكله بقت مش بتاعتي، بقت بتاعت ناصر اللي ماسك الجي ال. تمام. وشركات كتير تقدر ان انت تشتغل كل حاجه.
يعني مش لازم ان انت تكون مخصص. انا بضرب لك مثل، ممكن شركه تقول لك والله انا هخصصك كده، تمام؟ ممكن تقول لك هديك كل حاجه، ممكن تقول لك هديك الجي والاي بي او الاي بي والاي ار او الاي بس، على حسب البيزنس بتاع الشركه يعني اللي انت شغال فيها. كان بس هعرف لكم موضوع الجي ال ده، ايديكم بتروح له فيه مش كتير يعني، بس لازم تبقى فاهم، عشان لما يقابلك لما القيد راح هناك جي ال خلاص، يبقى يتحل بالطرق اللي احنا بنتكلم فيها دي، الريفيرس والكرنسيز والريبورتنج والريفالويشن والترانسليشن، كل المكاتب بتاخدها دي كلها. ولو تعمل لما يجي نعمل بادجت بيبقى مش جي ال، وبتعملها مره واحده في السنه، وبعد كده السنه الجايه بتعملها، يعني بتعملها مره واحده، تمام؟ وفي مصر الناس كلها بتشتغل كل حاجه، وبره مصر برضه، بس في شركات بتحب تنظمها، تمام؟ في شركات تحب تنظمها، بس انت لازم تكون عارف كل حاجه. يعني افرض النهارده الشهر ده قال لك انت هتمسك الجي ال، وجه الشهر الجاي مديرك قال لك هتمسك الاي بي، تقول له لا والنبي راح اخد كورس واجي. لا، لازم تكون ايه، لازم تكون عندك، تكون فاهم السايكل بتاع البيز جي ال. يعني ناس تقول له اه حلو نخلص جي ال ونروح نشتغل، لا ماشي. ايه في الشركه قالت لك انا هشغلك همسكك الجزء ده النهارده، إيه الشهر الجزء الشهر الجاي، لا انا همسكك الباول، بيس الحل ساعتها، تمام؟ عشان الناس بس ما تفتكرش ان الموديول ده يشغلها في السوق بره. لا، في بعض الشركات في الحكومه، في الحكومه المصريه بالذات يعني، بتشتغل بجي ال بس، يعني ممكن يبقى عندها سيستم تاني غير الاوريكال، بيخدم الموردين وبيخدم العملاء، تمام؟ وبيخدم الاصول عندها، وتقول لك والله انا هاخد الجي ال بتاع اوريكال عشان قوي جدا، تمام؟ وتقدر تعمل حاجه اسمها انتجريشن كده ما بين السب ليدجر ده، قصه كده هبعلمها لكم في الاخر، تمام؟ وترمي تقول لك اصل انا محتاجه ايه؟ انا بتقول لك شركه تقول لك انا محتاجه ايه؟ محتاجه قيود ميزانيه واعمل بادجت وبتاع، طب خلاص انا مش محتاج الموديولز بتوع اوريكال. دي غالبا يعني بيتم في الحكومه عندنا طبعا، عشان يمكن يكون الله اعلم زي ما بيقولوا الميزانيه يعني بقى، تمام؟ او كمان ان المرتبات بتاعت الناس بتاعت اوريكال بتبقى مكلفه جدا، بتقول لك بتحسبها من ناحيه الايه السالري، تقول لك لا الناس بتوع اوريكال مرتباتهم عاليه، عشان اروح اعين دلوقتي في الشركه مثلا 20 15 واحد عشان كونسلتنج مثلا في اوريكال ابلكيشن في الفاينانشالز، فهتلاقي نفسها بتصرف كتير، تمام؟ فالحكومه بتاعتنا عايزه توفر مثلا يعني، فبتبدا انها تشتري موديول واحد، تمام؟ عشان لما يعني انا بديكم كل الافكار اللي ممكن تقابلوها في السوق، ممكن تلاقي كده ممكن تلاقي كده، على حسب برضو البيزنس بتاع الشركه. شركات البترول عامه بيشتروا كل فاينانس، هو عنده هو بيهتم بالموردين، بيهتم جدا جدا بالعملاء بتوعه، بيبقى عايز يعرف خطواتهم صح، بيبقى عايز يعرف كل فواتير، بيبقى عايز يعرف كل قرش عليه، تمام؟ عنده اصول، عندهم اصول، عندهم بتاع البيار ده اللي بيحفر اللي بيطلع بترول، تمام؟ عندهم وين، عندهم اصول كتير قوي، فعايز بقى ابلكيشن سيستم قوي يقدر يشيل الاصول دي عليها، ويبدا يعمل له بقى الديبريشيشن الاهلاك وكل الكلام ده نعرفه بعدين. فاني ابلكيشن بقى او اي سيستم هيقدر يجيبه يغنيه بقى عن كل ده، فبيضطر بقى اسفا يشتري بقى السيستم كله، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الموضوع، موضوع الموديلز الثانيه بترجع لحجم البيزنس، عشان لو رحتوا شركه لقيت فيها جي ال ما تتفاجئش يعني، ممكن كل شيء وارد، لان في الاخر كل الموديل بترمي على الجي ال، فهو يقول لك بقى في البيع واروح ارميها على الجي ال، طب يجيب محاسبين اند يوزر ويقول له تعالى دخل لي كود، ودي الحساب بتاعتك، 1 2 3 ده حساب مشتريات، 1 2 4 ده حساب مبيعات، ويفضل اند يوزر بقى يقعد بقى ايه يحفظ، يجيب ورقه كده ويكتب بقى الايه الكود وكل الكلام ده، طبعا عمليه مجهده يعني، تمام؟ دي فكره الفاينانشالز اللي كان سائل بيقول لك هو انا الكورس ده هطلع بيه بايه؟ انت تطلع يعني تطلع بيه حاجه اسمها كونسلتنج اوراكل فاينانشال. يعني ايه كونسلتنج اوراكل فاينانشال؟ يعني استشاري في اوراكل، في اوراكل المالي، ده الملخص، تمام؟ انت اللي امبلمنتور اللي بتعمل الابلكيشن ده في الشركات، شركه بتروح تشتري الابلكيشن من اوراكل، وعايزه الشركه تيجي تطبق لها تعمل لها سيت اب للكلام ده، انت بتعمل الامبلمنت ليهم، وبعد ما بتعمل الامبلمنتيشن بتبدا تعمل سبورت
للشركه اللي انت عملت بريزنتيشن. تمام، طبعا انت بتعمل اكتر من بروجكت، يعني شركتك مثلا انت بتشتغل فيها سيان مثلا بتقدم اكتر من امبلمنتيشن. تمام، موضوع يعني موضوع اوراكل ده موضوع لذيذ جدا ممتع، يعني زي ما قلت كده في بداية الكورس أكنك بالظبط بتلعب كيمس، بس يعني إيه لعب بجد، لعب مش بهزار بقى، لا لعب بجد. أفكار بديك الفكرة، وبعد ما بديك الفكرة أنت بتشوف ممكن تطبقها إزاي على الورك. أوريكا فاينانشال إي بيزنس سويت آر 12. تمام، عشان يعني اسم الكورس زي ما أنتم شايفين إي بيزنس سويت آر إيه يا شباب؟ آر 12، هي الاسم بتاعها بالظبط آر 12.1.3. تمام، ايه يعني طبعا ايه بيزنس سويت احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو الار 12 اتكلمنا فيها قبل، قصدي سوري البيزنس سويت اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو بيتكلم عن الفاينانشز والاتش ار والانفنتوري والحاجات اللي بتخدم البيزنس عامه يعني. تمام، الار 12 ده اسمها ريليز 12. يعني ايه ريليز 12؟ اوريكا كانت من حوالي سنتين ثلاثه كده كان عندها ريليز او فيجن يعني. تمام، كان اسمه ايه ده؟ تمام 11. بعد كده عملت شوية حدثت شوية حاجات، عملت ابجريد للريليز ده بقى 12. تمام، عشان تبقوا فاهمين موضوع 12 فسميته 12.1.3. تمام، نفس هو الاختلاف ما بينهم مش كتير، اللي دخل عليه ابجريد اكتر كان للاسف احنا الفاينانشالز، يعني الاتش ار والسبشيت والمخازن الابجريد ما دخلش عليهم قوي. يعني 12 لو مسكت 12 و11 هتلاقي الاثنين ما فيهمش فرق جامد، يمكن هما الاثنين واحد، فاهمني؟ لكن الفاينانشالز هتلاقي لا، هتلاقي الموضوع دخل فيه جامد الابجريد. تمام، عشان الناس تبقى فاهمه موضوع الار 12 اللي هو داخل في اسم الكورس. تمام كده، ار 12 بوينت 1 بوينت. طبعا الاي بزنس سويت تندرج تحت اسم ايه؟ تندرج تحت اسم الاي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج. تمام، عشان وانتم بتذاكروا برضه الاسينشالز في الماتيريال اللي بعتها لكم تبقوا فاهمين انتوا بتذاكروا ايه بالظبط. واضحة الصورة بتاعت الـ R12، ولازم لما تيجي تدرس حاجة لازم تبقى عارف انت اسم الكورس يعني صح، ولازم تبقى عارف يعني انت ممكن تروح شركة تقول لك والله انت دلوقتي انت اي بيزنس ايه؟ في انهي ريليز دلوقتي؟ لازم تبقى عارف بقى انت صح كده؟ يعني لازم تبقى عارف، تبقى مصيبة في الشركة وتقول لهم انا مش عارف، لا بس انت عارف انت بتدرس انهي فيشن. تقول لك تقول لها انا بدرس R12. ولسه في شركات لغات دلوقتي شغالة بـ 11، لغات دلوقتي شغالين دلوقتي بـ 11. دلوقتي لغايه دلوقتي شغالين، ولسه بعد كده بقى هيشتروا بقى ار 12 ويعملوا ابجريد. انت لو نزلت هنا او هنا تلاقي الاثنين واحد، الاثنين فكره واحده، شكل الشاشه شويه اختلف. ده اسم الكورس جون ليجر زي ما قلت لكم، هو بس روحه طويله شويه يعني نفسه طويل شويه لان في امكانيات كتير اللي هو الاساس. بعد كده بقى لما نبدا بقى ايه لما نبدا زي ما نص كده بيقول لك ما دفعوش. تمام، لما نبدا بقى نخش على ميديولز الثانيه سب ليجر بقى ونبدا بقى نشوف بقى الفواتير والسبلاير والمورد اللي هم الموردين يعني، ونبدا بقى نتكلم بقى عن الفواتير وشغلها الجميل واللذيذ بقى. هتلاقوا الموضوع الفاينانشالز ده يعني تلاقي عندك اشتياق جامد قوي انك مستني المحاضره الجايه عشان تعرف الامكانيات، وهتلاقي نفسك عمال تسال نفسك اسئله كتير. يعني كل اللي تتخيله، زي ما كان في حد تقريبا كان تعرفش استاذ ناصر ولا مين كان بيقعد يدي احتمالات، هو طبعا من واقع شغله بيقع في بعض المشاكل او في بعض الاحتمالات، فكان كان نفسه يفهم هل دي بتتعالج او موجوده، او من كل اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش موجود على الابلكيشن بتاع ورك اللي هو البيبل. تمام، موديول خاص بالموردين اتعمل عشان جيب لك تكتب السيره الذاتيه بتاعت المورد من يوم ما اتولد وكل حاجه وفواتيره بالدقه ورقم الفاتوره ولو رجعت، والفاتوره دي جايه من امر توريد من اني مخزن، يعني تفاصيل التفاصيل ديتيلز جامده جدا. كذلك برضو السيرفر هو بتاع العيد مش هيبقى في محاضرات، هيبقى بدايتها ان شاء الله يوم 20/10، نبدا مع بعض يوم 20/10 او مش 10 13، ده بدايه ان شاء الله عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. طب الاحد 13/10 لا الحد شغال لغايه قبل لغايه يعني اول يوم العيد، كان المفروض يبقى في محاضره يوم 16 طبعا هنعمل لها اكسكلود مش هناخدها طبعا، ولغايه يعني هتبقى اول محاضره معاد اللي هي يوم الاربع اللي هتبقى يوم 19، هتبقى يوم 19 ديت المحاضره الجايه، وفي محاضره هتبقى يوم 13، وبعد كده كان بعد كده هيبقى 20. تمام، زي الاستاذ احمد كده قال هيبقى الاربعاء بتاع العيد بس هو اللي هيبقى اجازه.
قبل ما اقفل، في حد محتاج اي استفسار؟ طيب الناس الجاية المحاضرة الجاية ان شاء الله بقى عايزين بقى يعني تركيز جامد، ان هتكلم في اهم حاجتين في جي ال، تمام؟ اهم حاجتين في جي ال ومش صعبين، يعني افكار جميلة جدا هتعجبك، على قد ما انا مش عايزك تفهمها، بس تفهمها كده هتلاقيها بسيطة جدا، تمام يا شباب؟ يا معلم ان شاء الله امتى؟ الاربع باذن الله. خلاص وانا ان شاء الله هجهز لكم كده كويسه برضه في جي ال، تمام؟ استاذ نصر بعد ما نقفل بس الجروب هكلمك على الفيس، تمام؟ وان شاء الله بعد ما نخلص قصدي هجهز لكم ايه، هحاول انا اجهز لكم ماتيريال كويسه برضه زي الاسينشالز كده تقدروا انتوا تذاكروا منها، تمام؟ لا ان شاء الله في دماغي والله، بس انا يعني انا بس قبل ما بديكم الماتيريال يعني بحاول ان انا بس يعني ايه، عشان بتبقى ناس عاملاها، تمام؟ يعني جزاهم الله خيرا طبعا، ناس تعبانه فيها، تمام؟ يعني بحاول ان انا برضو ايه يعني لو هضيف معلومه فيها ابص فيها مثلا، بحيث برضو لما اديكم حاجه اديها لكم صح، يعني ما قلت طيب صح، تمام؟ لغايه بعد كده بعد ما نخلص يعني الماتيريال اديها لكم دي، بعد ما اديها لكم هبدا ان انا اديكم الماتيريال الاصليه بتاعت اوريكل بقى، يعني تبداوا بقى يعني اوريكل هي اللي تتكلم معاكم، الماتيريال بتاعها تبدا تتكلم معاكم، تتكلم معاكم في كل التفاصيل. ماشي يا شباب، استاذنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.